المنتخب الاولمبي وامبارح ادى مران والاول والوحيد كان بملعب الاتحاد الاماراتي استعدادا للقاء طبعا قطر النهارده، ودي اول مباراه ليه ومباراه طبعا وديه بدبي تحديدا، هتكون الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، وهيستكمل بعدها المنتخب سلسله بقى من يعني عندك مباريات وديه كتيره جدا استعدادا، وعندك الامارات وعندك السعوديه وعندك العراق، ده هتكون في الفتره من 17 ل 28 يناير، ودي عشان التحضيرات للمنتخب للمشاركه طبعا في أولمبياد باريس 2024. منتخبات أعتقد برضو كلها جيدة جدا، بنتمنى لهم التوفيق أثناء كمان التدريبات والاستعدادات، لأن ده انعكاس بيكون إلى حد كبير فعلي على سير المباريات القادمة وسير البطولة، وفي نفس الوقت بيدي كده اطمئنان. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها كريم لما قلنا احنا عايزين منتخبنا الأول يكون يعني فترة الإعداد بتاعته فترة أكثر من رائعة، وحتى في المباريات الودية نشوف منتخب قوي فنيا، مش مهم خالص على فكرة النتيجة، ما حدش في المباريات الودية مستني إن هو يفوز، بس هو يعني في الأول وفي الآخر مطلوب منك توريني إن أنت فنيا واقف على رجلك، إن الكيمستري موجودة، إن الروح موجودة، إن التاكتيك مظبوط، كل الكلام ده مهم جدا. ف في ناس راضيه وفي ناس مش راضيه عن الفتره او فتره الاعداد الخاصه بيه منتخب مصر، وفي ناس تقول لك لا احنا كويسين ولسه يا جماعه والامل موجود. انا هتبنى يعني الرايين بصراحه، احنا يمكن الاعداد ما كانش يعني نديه مثلا 10 من 10، كنا نقول 8 7، بس اتس نيفر تو ليت، لسه عندنا وقت، لسه احنا في البدايه، فان شاء الله خير. هو حتى السبعه ولا الثمانيه دول ما شفناهمش في الماتش بقى، يعني سيبك من فتره الاعداد يعني ايه ده بجد؟ اه والله العظيم صحيح تديهم سبعه بناء على ايه؟ لا نديهم مثلا والله بجد اقول لك على حاجه خمسه